من الفيلم المعروف يعني في روسيا توم وفي العالم كروز كله، اند كازابلانكا. واش عنده أجل أجل يا كازابلانكا هي المدينة الصناعية في المغرب، بالضبط، يعني كبيرة جدا مثل وفيها العاصمة المصانع، الاقتصادية عندكم أجل. عاصمة الاقتصادية. بالضبط وكاين عاوتاني الرباط، الرباط مدينة جميلة، هي الرباط، مدينة الملك، نعم ملك المغرب بالضبط يعيش في الرباط. نعم والحمد لله عندنا أماكن في المغرب جميلة جدا. المغرب من الدول الجميلة في كل المغرب العربي، هي وهل المغرب. صحيح، وهل صحيح أنكم تحبون الملك محمد السادس كثير؟ الحمد لله هكذا الكل سمعت كل مغربي كان يقول لي هذا الكلام. لا الحمد لله. شوف، حنا كنحبوا الملك ديالنا والحمد لله. المغرب، شوف، المغرب ما فيه لا فقر لا بطالة لا والو، الحمد لله كل شيء خدام. تمشي مثلا تبغي تاخذ شي حاجة، مثلا ما عندكش فلوس تمشي تاخذ، كنعاونوا بعضياتنا، شي كيعاون شي، فهمتي. يعني المغرب الحمد لله من صحيح. الدول اللي تيبغوا الملك ديالهم، وبزاف ديال الناس كيخرجوا. انا دابا جيت هنا للانجليز، غادي نخدم، غادي نجمع الفلوس وغادي نهبط للمغرب وندير مشروع ونخدم ولاد بلادي ونخدم ونتعاون مع ولاد البلاد. علاش؟ هذا الشيء اللي كيديروا كاع المغاربه اللي عايش، اللي مقيمين في الديار الاوروبيه، كلهم يشتغلون في اوروبا، يجمعون المال ويذهبون للمغرب ويرسلونها ويعملون إلى مشاريع، المغرب والحمد أجل. لله. من اجل، لان بلدنا جميله، حرام ان تضيع بسبب بعض الاشخاص يقولون المغرب ليس جميل، المغرب يوجد فيه فقر، المغرب كذا. هذو فقط يريدون تشويه سمعة البلد ديالنا. الحمد لله بلاد من أجمل البلدان في العالم، فهمتي. الحمد لله. نعم بالضبط بالضبط، جميل جدا. يعني إذا كما فهمت، مشاريعك المستقبلية أن تجمع نعم، الأموال وتذهب إلى المغرب لتفتح المشروع هنا، صح؟ إن شاء الله، صحيح، وهل سوف هناك أستقر في بلدي. بعض تلميحات بخصوص المشروع، في أي مجال سيكون هذا المشروع؟ ممكن أنا باغي ندير شي مشروع إن شاء الله، باغي نعم ندير شي أوتيل ولا شي حاجة في حال هكا في المغرب إن شاء الله، إلا جميل، كتاب. آه. هذا جميل جدا. وباش واش فهمتي، باش الناس من يجيو، الناس السياح نتهلاو فيهم ونوري لهم بلادنا راه زوينه، واش فهمتي يعني. نعم دونك نعم الى كتاب، الى نعم بقينا في الحياه، اذ بالضبط كان هناك حياه في المستقبل ان شاء الله، نعم سوف اعمل مشروع في المغرب والحمد لله، واستقر في بلدي. نعم نقدر نجي مثلا لاوروبا نتسارى كذا، ولكن الاستقرار سوف يكون في المغرب. أو هذا جميل والكثير من الشباب عندما يقولون لك لا المغرب كذا، المغرب ليس جميل، هم فقط ممكن أنهم يمازحونك فقط، لا، وهذا أنا ليس لم صحيح. أسمع، أنا لم أسمع ولا من أحد أن المغرب ليست جميلة. لا لا لا، على فكرة الأستاذ الذي علمني اللغة العربية في الجامعة هو أصوله مغربية، وبالفعل مثل خير تمثيل يعني بلدكم المغرب في بيلاروسيا، فهو يعلم الطلاب يعني لفترة طويلة في الجامعة، يعلمهم اللغة العربية ومعروف، وهذا رائع. يعني حتى إن كنتم في دول أخرى أنتم تتركون أثرا رائعا عن أي بلدكم. يعني في الحقيقة، أي دولة في العالم وأي نعم مجال في الرياضة في بالضبط العالم، كرة بالضبط، القدم، كرة أي شيء السلة، بالضبط السباحة، الجري، أي حاجة، تتلقاي نجوم مغاربة بالضبط موجودون في أي، نجوم. مثل مثلا بدر هاري. أنت بتعرفين بدر أكيد هاري؟ أكيد بدر أكيد، هاري هو بطل عالمي، بطل عالمي أجل. فهمت علي؟ نعم الكثير من اللعابة ديال مثلا حكيم زياش، أمرابط، الأشخاص اللي كيلعبوا في المغرب، هما نعم كيلعبوا في دول أجانب وتيكبروا بهم الحمد لله، واش فهمتي. نعم عندنا المغاربة في ما مشاو دايرين، كيلعبوا كورة، الكيك بوكسينغ، البوكس، بالضبط أي حاجة، أي مجال في هادشي بالضبط ديال الرياضة، كتلقاي مغاربة اللي خلاو البصمة ديالهم في بالضبط الجري. كاين سعيد عويطة، كاين بزاف هشام القروج، فهمتي. دونك نعم الحمد لله، الحمد لله، المغاربة من الأبطال العالم اللي دازوا، نعم فهمتي. هذا اللهم لك جميل، الحمد. نعم. آه.
كذلك من الضروري أن أعلمك كلمة روسية، لا وكل هذه ضيف أعلمه كلمة. وعلى مرحبا فكرة فقط أول ملاحظة، عندما أنت قلت كاس دي تشاي، كاس شاي ديال هو اتاي تشا كاس أتشاي اتاي اتاي أتشاي كاس تشاي. يا باللغة الروسية نحن نقول شاي، نحن نقول تشاي، يعني فهي شاي نفسها كما عندكم في الدارجة. ولكن سأعلمك كلمة أخرى، هذه فقط كملاحظة. فكلمة التي الكلمة التي سأعلمك إياها جدا رائعة هي مرحبا بالروسي، ونحن نقول سي. سيباسيبا أوه هي شكرا. رائع، شكرا أنت تعرف. سيباسيبا واو، سيباسيبا من أين تعلمتها؟ كيف تعلمتها؟ أنا كان لدي شخص مغربي هو كان يشتغل مع الروس أوه بعض الروس جميل، كانوا يشتغلون في المغرب في القوارب البحر قوارب أوه الصيد جميل. وهو كان يشتغل معهم وخدوا واحد الكلمات منهم بالروسية سيباسيبا جميل، بزاف ديال الكلمات واش فهمتي ممكن بقات شاده بريفيت، ليا هاد بريفيت، بريفيت أوه هي بريفيت مرحبا، أوه واو رائع بريفيت جدا. وكان كيقولهم ليا كان مع كي هو كي تقريبا كيدوي بيها ماشي كيدوي بيها بطلاقه وانما شاد شويه الروسيه يتكلم بالروسيه بعض الشيء فهمت عليه فاجئ واخذت منه هذه الكلمه سيباسيبا سيباسيبا فاجئ، أوه يا رائع جدا أنك تعرف نعم كلمة روسية. الحمد لله شوف أي دولة في العالم أي دولة نعم في العالم ضروري غنكون حافظ منها شي كلمات بحال مثلا تشاينا يواتشا يواتشا ازمين كتعني بحال قلتي مثلا تفضل يواتشا أوه رائع تفضل جدا، أنا أعرف بحال نيهاو، نيهاو يعني نيهاو مرحبا مرحبا نيهاو بالصينية. بحال مثلا ميريزندقي بيا هذه باللغة أوي الهندية واو رائع جدا، بيا بيا هي أخي زندقي الحياة دنيا is mean like the world or الدنيا الدنيا ال واو yeah, الدنيا 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 is دنيا، same is فهمتك، same الدنيا نعم جميل. الكثير الكثير من أوه اللغات الحمد لله نتقن الكلام بها وفي هناك أشخاص يتكلمون بلغات مختلفة هم أصول مغربية ولم يتعلمون اللغات الأجنبية في المدرسة ولكن يتحدثون أنا بطلاقة اللغة بشكل الأجنبية رائع، لكن واو الحمد لله كاينين هذا جدا رائع. وبالفعل أنا لاحظت ملاحظتي أن المغاربة جدا رائعون في اللغات، ممكن أذكياء لأن أذكياء في اللغات، أذكياء يعرفون الكثير من اللغات، ممكن لأن عندكم الفصحى الدارجة، ومن الطفولة كذلك تعرفون الفرنسية، هناك والمغربية تعلمون يا الإنجليزية. سوف أعطيك سوف أعطيك شيء هناك لدينا فتيات نعم مغربيات تحياتي لكل الفتيات المغربيات أنا أحبهم بكثرة أنهم يحبون تعلم اللغات هم يتقنون اللغة الخليجية أوه اللغة السعودية شلونك السعودية، حبيبي والله شلونك راه تتجنن آه والله والله وايد نحبك والله اديني محبتك، مصاري اقسم بالله هم بيتقنوها لانهم يعشقون تعلم اللغات وهذا من الاشياء الجميله التي تعطي صوره جيده من لبلدنا نعم هم اقسم بالله انا شاهدت فتيات مغربيات يتكلمون اللغه الاماراتيه بطلاقه اقسم أوه. بالله يتكلمونها بطلاقه جيده جدا أوه يعني رائع، في بعض الأحيان هكا في اللايفات هم يكونوا في البث في المباشر البث المباشر، نعم. وتتكلم